السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض كورس تأسيس الجرامر. خدنا مع بعض الضمائر بأنواعها: ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفات الملكية، ضمائر الملكية، الضمائر المنعكسة، وخدنا كمان فيرب تو بي. هسيب لكم في صندوق الوصف قائمة تشغيل فيها كورس تأسيس الجرامر. والنهاردة هنبدأ ذا سيمبل بريزنت تنس أو the present simple tense. الاتنين صح، بس هنا لما نقول the simple present وده العنوان اللي مش شائع، الصفة بتصف الاسم، عايز أقول مضارع بسيط، فأقول simple present. simple present يبقى مضارع بسيط، هنا simple بسيط جت قبل present، دي صح. والاسم الشائع the present simple tense زمن المضارع البسيط برضو صح، مفيش أي مشكلة. هنتكلم النهاردة على الفورم، على شكل المضارع البسيط في الأفيرماتيف، في الإثبات، والنيجاتيف النفي، والإنتروجيتيف والسؤال أو الاستفهام. لازم نخلي بالنا من ضمائر الفاعل، هي I, we, you، زي، هي، شي، ات، مهمين جدا، لازم نعرف الفرق بينهم. ضمائر الفاعل السبعة: اي بمعنى انا، انا ده ضمير بنسموها الفيرست بيرسون، ضمير متكلم، اوكي، يعني ايه الطرف الاول. وي بمعنى نحن، برضو بنسميها الفيرست بيرسون، ده برضو ضمير متكلم بس للجمع، انا وشخص او انا ومجموعة. طب يو، انت أو أنتي أو أنتم أو أنتن، يعني جمع، بخاطب، دي بسميها second person أو ضمير المخاطب. طب بالنسبة لزي، ده جمع، ده third person، ده جمع. الجمع بنوعية، عاقل ولغير عاقل، بس دي ضمائر الغائب جمع. تعال بقى نشوف المشكلة بتظهر في إيه أو بنتلخبط في إيه مع هي وشي وإت. هي وشي وإت، هي هنا بمعنى هو للعاقل، هو للعاقل دي بسميها الثيرد بيرسون، ضمائر الطرف الثالث او ضمائر المفرد الغائب. انا بتكلم عن هو او شي بمعنى هي للعاقل، المؤنث بتكلم عنها، او ات هو او هي الغير العاقل، بتكلم عن غير عاقل مفرد. يبقى اي وي وزي هنحطهم في خانه لوحديهم لما نيجي نحط تكوين البريزنت سيمبل او السيمبل بريزنت المضارع البسيط. اي وي وزي لوحديهم. طب هي وشي وات، أو عشان أسهل عليكم بنسموها ضمائر المفرد الغائب، ضمائر المفرد الغائب أو ضمائر الطرف الثالث الغائب، أوكي، هي وشي وإت. ونبدأ مع بعض شكل البريزنت سيمبل مع أي وي يو زي. يأتي معهم الفعل في الانفينيتيف، يعني في المصدر بدون إضافات، زي كلين ينظف، أرايف يصل، بلاي يلعب، كاري يحمل، جو يذهب، ووتش يشاهد، ووش يغسل، ثم فيكس يصلح. طب مع هي وشو ات، الفيرب بلس اس او اي اس او اي اي اس، وهناخد حالاتهم بالتفصيل. هنا كلينز، هنا ارايفس، هنا بلايز، كاريز، كاريز، جوز، ووتشز، ووشز، فيكسز، فيكسز. طب يا مستر امتى بنحط الاس وامتى بنحط الاي اس وامتى بنحط الاي اي اس؟ لو بصينا للكلمات او للمجموعه الافعال اللي انا حطيتها لكم مع هي وشي وات اللي هي ضمائر المفرد الغائب، هنبدا نركز ونوصل للقاعده. هنا كلين ينظف، مع اي يو زي بقول كلين. طب مع هي وشي وات، كلينز، هنا بحط الفعل اس، يبقى الفعل الاساسي يتم وضع او اضافه له اس. طب امتى بحط اي اس؟ arrives، arrives بمعنى يصل، arrives بمعنى يصل، هنا اخره ايه، حطيت اس، يبقى clean و arrive حطينا له ايه، اس. طب تعال نشوف كده امتى بحط اي اس وامتى بحط اي اي اس. هنا بلايز وكاريز، هنا بلايز في الفعل الاصلي كان اصلها بلاي، انتهى بواي قبليه حرف متحرك، فحط الاس بس، جميل. طيب كاري بمعنى يحمل، الواي بس قبليه حرف ساكن، الحروف الساكنة طبعا الحروف المتحركة A E I O U، فالواي لو قبليه ساكن حاجة غير الخمس حروف دول أحول الواي ل I E S. طب إمتى بحط ال E S؟ هنا لو الفعل انتهى ب O زي go، أو انتهى ب C H أو S H زي watch C H أو wash S H، أو انتهى ب X أو S زي fix تبقى fixes، يبقى بحط
الاي اس اذا انتهى الفعل باحد الاضافات زي ايه يا مستر؟ زي او في جو او دو، زي اس اتش في ووش، زي سي اتش في ووتش، زي الاكس في فيكس. اوكي، اذا انتهى الفعل باحد الاضافات او ها سي اتش اس اتش اكس اس اس احط ايه؟ احط اي اس. طب لو انتهى بواي قبل حرف ساكن احول الواي الى اي اي اس زي كاري كارز. طب لو واي قبليه حرف متحرك ما حولش. طب غير كده بحط الاس مع الافعال المنتظمه. وناخد مجموعه من الامثله. اي جو تو سكول افري داي، وي جو تو سكول افري داي، يو جو تو سكول افري داي، زي جو تو سكول افري داي، هي جوز تو سكول افري داي، شي جوز تو سكول افري داي. طيب اي درينك ميلك ان ذا مورنينج، وي درينك ميلك ان ذا مورنينج، يو درينك ميلك ان ذا مورنينج، زي درينك ميلك ان ذا مورنينج، هي درينكس ميلك ان ذا مورنينج، شي درينكس ميلك ان ذا مورنينج، ات درينكس ميلك ان ذا مورنينج. يبقى نلاحظ مع اي وي يو زي اخترت جو بمعنى يذهب، او درينك بمعنى يشرب، او بمعنى اصح الفعل في الانفينيتيف، الفعل في المصدر بدون اضافات. طيب مع هيوش وات جو بقت جوز، جو بقت جوز. طبعا استخدمت هيوشي بس مع جوز، ما استخدمتش ات عشان مش هتكلم عن المفرد الغير عاقل بيذهب للمدرسه، فالمعنى مش حلو. طيب يا مستر مع هيوشي وات في جوز استخدمنا جوز، طب مع درينك استخدمنا درينكس حطينا اس، يعني اي درينك ميلك افري داي انا بشرب اللبن. طيب هي درينكس ميلك هو، شي درينكس ميلك هي، ات درينكس ممكن اتكلم على زكاد القط او اي اسم مفرد، هي وشو ات او اي اسم مفرد بحط الفعل اس او اي اس او اي اس على حسب الفعل. يبقى ما نتلخبطش ما بين اي ويو زي الفعل في الانفينيتيف وما بين هي وشو ات الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس، ده بالنسبه للفعل الاصلي. وبالنسبه للفيرب تو بي فعل يكون اقول اي ام، وي ار، يو ار، زي ار، هي از، شي از، ات از. وخدنا فيرب تو بي بالتفصيل وهسيب لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو رابط تشغيل كورس تاسيس الجرامر، هتلاقوا فيه شرح فيرب تو بي في الاثبات والنفي والسؤال. طيب فيرب تو هاف فعل يملك او يتناول، اي هاف، We have, you have, they have, he has, she has, it has, it has. يبقى نلاحظ I و زي خدنا have، لكن he و she و it اتغير شكلها من have إلى has. وأنا لي حالتين لverb to have هنتكلم عليهم برضو بالتفصيل. أقول I have a car، أنا عندي عربية، أو he has a car، هو لديه عربية. verb to do، verb يفعل، I do، we do، you do، they do، he does، she does، it does. يبقى في المضارع البسيط لازم نركز ونشوف هل الفعل اللي قدامي فعل أصلي ولا فعل مساعد، بناء عليه بنحط الشكل المناسب للفاعل. ده بالنسبة للأفرميتيف أو البوستيف الإثبات. طب النيجاتيف النفي لما باجي أنفي، تعال نشوف كده مع I we you they بنفي إزاي، مع I we you they بنفي إزاي، ومع he وshe وit طبعا في اختلاف، أكيد في اختلاف في طريقة النفي. مع I we you they بحط do not زائد الإنفينيتيف أو don't في حالة الاختصار، don't clean، don't arrive، don't play، don't carry، don't watch. طب مع هي وشو ات does not زائد infinitive او doesn't والinfinitive، زي doesn't clean، doesn't watch. ملحوظة مهمة، ممكن انفي بنيفر بس بحتفظ بالفعل في اس او اي اس او اي اس، زي never cleans مع هي وشو ات. اوكي، verb to be في النفي اقول I am not، we are not، you are not، they are not، he is not، she is not، it is not. وشرح والاختصار موجودين بالتفصيل طبعا عندنا. verb to have اقول I do not have او I don't have، we do not have، we don't have، you do not have، you don't have، they do not have، they don't have، he does not have، he doesn't have، she does not have، she doesn't have، it does not have، it doesn't have. يبقى نلاحظ مع verb to have ان بنفي بدو
not أو don't مع I will they و he will show it does not أو doesn't does not إيه أو doesn't. في ملاحظة مهمة جدا معظمنا بيتلخبط فيها إن لما بنفي بقول I have بقول I don't have أو he has he doesn't have لازم ما يكونش وراها فعل في التصريف التالت. يعني مثلا ما ينفعش أقول مثلا I don't have blade، لأ كده غلط. طب بقول إيه يا مستر؟ لو have أو has جه وراها الباست بارتيسيبل التصريف التالت بنفي have أخليها haven't. طيب وhas hasn't، يبقى تاني have نفيها don't have وhas نفيها doesn't have لو ما جاش وراها فعل في التصريف التالت. طب لو جه وراها فعل في التصريف التالت، الحالة اللي يجي وراها have أو has فعل في التصريف التالت بنفي have تبقى I haven't تعتبر كفعل مساعد، و has تبقى إيه he hasn't I haven't we haven't you haven't they haven't he hasn't she hasn't it hasn't. وبالنسبة لverb to do فعل يفعل أقول I do not do أو I don't do we do not do أو we don't do you do not do you don't do they do not do they don't do. طيب he does not do he doesn't do she does not do she doesn't do it does not do it doesn't do it doesn't do. ده بالنسبة للنفي. يبقى خدنا النيجاتيف النفي للبريزنت سيمبل المضارع البسيط، الافعال الاصليه قلنا dont و doesn't والمصدر او never والفعل يحتفظ بشكله، وخدنا verb to be كصورة سريعة عشان احنا شرحناه بالتفصيل، وخدنا verb to have، وخدنا الحالتين امتى have نفيها don't have وامتى have نفيها haven't، وخدنا verb to do وخدنا verb ايه to do. ده بالنسبة للتكوين، خدنا الافرماتيف الاثبات والنيجاتيف النفي. وناخد دلوقتي interrogative او question في السؤال، شكل البريزنت سيمبل في السؤال. ونبدأ النوع الأول من الأسئلة yes أو no questions، أسئلة بمعنى هل إجابتها yes أو no. هنا في present simple بنبدأ بdo أو does، do مع I we you they وdoes مع ضمائر المفرد الغائب اللي هي he وshe وit، يبقى do أو does والفاعل ثم الinfinitive المصدر. والإجابة لو ببدأ بdo بقول yes I do أو yes we do أو yes you do أو yes they do، يعني yes مع الإثبات، أو no I don't أو no we don't أو no you don't أو no they don't، يبقى no مع النفي. طب لو بدأت ب does يبقى yes he does أو yes she does أو yes it does، yes مع الإثبات، no he doesn't no she doesn't no it doesn't، يبقى no مع النفي. وهنا بيقول لي بعض الجمل Do I like meat؟ هل أنا بحب اللحم؟ طب do we like meat؟ طب do you like meat؟ طب do they like meat؟ طيب does he like meat؟ أو does she like meat؟ أو does it like meat؟ والإجابة في do بقول yes والفاعل do أو no والفاعل don't. طب does yes والفاعل does أو no والفاعل doesn't، يبقى نركز في التحولات تحولات الضمائر. وبالنسبة للverb to be في المضارع البسيط بيقول لي I am happy، أنا أكون سعيد، فبعمل تحويلة بقول Are you happy؟ والإجابة Yes I am أو No I am not. طيب He is happy هتبقى Is he happy؟ والإجابة Yes he is أو No he isn't، بقدم الفعل على الفعل. طيب They are happy هتبقى Are they happy؟ والإجابة Yes they are أو No they aren't، وهكذا. وبالنسبة للverb to have في حالتين، دي الحالة الأولى أقول I have a car يبقى Do you have a car؟ والإجابة Yes I do أو no I don't. He has a car يبقى does he have a car؟ والإجابة yes he does أو no he doesn't. الحالة دي have بدون فعل وراها. طب الحالة التانية have بيجي وراها التصريف التالت I have a got a car، تبقى have you got a car؟ والإجابة yes I have أو no I haven't. He has got a car، تبقى has he got a car؟ والإجابة yes he has أو no he hasn't. يعني هنا بسأل بهاز أو هاف. طيب تعال نشوف verb to do، بيقول لي I do my homework every day، يبقى السؤال do you do your homework every day؟ والإجابة yes I do أو no I don't. طيب he does his homework every day، تبقى does he do his homework every day؟ والإجابة yes he does أو no he doesn't، يبقى خلي بالي من التحولات. النوع الثاني من الأسئلة WH أو HO questions، أسئلة بتبدأ ب WH زي what where when where
و اتش او زي هاو، هاو ميني، هاو ماتش، في ادوات طبعا كتير لازم نحفظوها. ثم دو او داز، ثم سبجكت الفعل، ثم انفينيتيف الفعل في المصدر، ولو في تكمله طبعا بحط دو مع اي او وي او يو او زي. طيب داز بحطها مع هي وشي وات، وبعد الفاعل بحط المصدر بدون اضافات. لازم اكون حافظ ادوات الاستفهام واكون عارف معناها، يعني مثلا وات، ما او ماذا لغير العاقل. طيب وير، اين للمكان. طيب وين، متى للوقت. هو، من للعاقل. هاو، كيف. هاو ميني، كم عدد. طبعا في عدد كبير من ادوات الاستفهام، هننزل فيديو شرح تكوين السؤال بالتفصيل، ده بس اختصار على البريزنت سيمبل. ثم بحط دو او داز على حسب الفاعل، دو اي، دو وي، دو يو، دو زي. طيب داز مع ضمائر المفرد الغائب، داز هي، داز شي، داز ات، وداز مع الاسم المفرد كمان، ودو مع الاسم الجمع، ثم الفعل، ثم الفعل في المصدر بدون اي اضافات زي جو، بلاي، ستادي، ووتش. ما دام حطينا دو او داز بنرجع الفعل للمصدر. ونحل مع بعض مجموعه من الاسئله على البريزنت سيمبل. I go to school by bus. أنا بذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. هنا جيب لي جملة وعايز سؤال. أول حاجة لازم أحدد أداة الاستفهام. هنا بيقول لي أنا بروح للمدرسة بالأتوبيس، هتسأل عن إيه؟ هتسأل مثلا على الباي باص بالأتوبيس، يبقى السؤال كيف؟ يبقى حددنا أداة الاستفهام هاو، ثم بحط دو أو داز. طب الجملة هنا جو بدون إضافات، I go، أحط دو، يبقى هاو دو. طيب اي تحول الى يو، يبقى هاو دو يو. هاو اداة استفهام، ثم دو فعل مساعد، ثم يو اي حولناها ليو، ثم الفعل الاصلي جو، يبقى هاو دو يو جو. كيف تذهب؟ طب لازم اكمل السؤال عشان الجملة تبقى صح، يبقى هاو دو يو جو تو سكول، وقف، كيف تذهب إلى المدرسة؟ هاو دو يو جو تو سكول، كيف تذهب إلى المدرسة؟ والإجابة I go to school by bus. أنا بذهب للمدرسة بالأتوبيس. أو ممكن نجاوب إجابة مختصرة تبقى by bus فقط، بس by bus البي تبقى كابيتال، by bus بالأتوبيس. وناخد مثال تاني. علي goes to school by car. يذهب علي إلى المدرسة بالسيارة. نطبق بقى اللي احنا خدناه في السؤال اللي فات في السؤال ده. اول حاجه هحدد هسال عن ايه، هسال عن باي كار، يبقى بالسياره، يبقى هاو، ثم احط دو ولا داز. داز عشان هنا الفعل الاصلي في الجمله جوز، في اي اس عشان علي ده اسم يعبر عن مفرد غائب، وقلنا هي او شي او ات او اسم مفرد، بحط الفعل اس او اي اس او اي اي اس. هنا حطينا اي اس عشان الفعل انتهى بو، يبقى هاو داز، ثم الفعل هنا علي، ثم جو، هاو داز علي go to school، how does علي go to school، يبقى كيف يذهب علي إلى المدرسة، والإجابة علي goes to school by car، يذهب علي إلى المدرسة بالسيارة، أو ممكن أقول إجابة مختصرة by car بالسيارة. خلي بالكم ما ينفعش السؤال يبقى بضمير والإجابة باسم، يعني إيه؟ ما فيش حد مثلا يقول لي how does he go to school by how does he go to school والإجابة علي goes، ما ينفعش. هنا الإجابة فيها علي، هو حدد ان علي يذهب الى المدرسه، يبقى السؤال انا بسال عن مين، بسال عن علي، ما ينفعش اقول ازاي هو والاجابه علي هو. ينفع العكس، يعني ايه يا مستر؟ يعني ممكن اقول في السؤال كيف يذهب علي الى المدرسه والاجابه هو يذهب الى المدرسه بالسياره، يبقى في السؤال حددت علي والاجابه قلت هو، لكن ما ينفعش عكس. ما ينفعش مثلا في السؤال اقول كيف يذهب هو والاجابه يذهب علي، لا، يبقى السؤال او الشخص المتكلم بيسأل عن علي فالإجابة أقول علي أو هو، لكن ما ينفعش أقول في السؤال هو وفي الإجابة تبقى علي، لأن الضمير يحل محل الاسم، فبجيب الضمير بعد الاسم، ما ينفعش أقول الاسم بعد الضمير، أو الجملة علي والجملة التانية هي تمام، لكن ما ينفعش أقول الجملة أقولها هي هو وبعد كده أقول الجملة التانية علي. طب أنا عرفت منين إن هي تعود على علي؟ وبكده يبقى خلصنا الجزء الاول من شرح البريزنت سيمبل او السيمبل بريزنت، زمن المضارع البسيط، وخدنا فورم الشكل او التكوين في الاثبات والنفي والسؤال، وخدنا الفعل الاصلي والفعل فيرب تو بي وفيرب تو هاف وفيرب تو دو، وخدنا مجموعه من النقط المهمه جدا. ناقص لنا الجزء الثاني يوسج، يوسج بمعنى الاستخدام.
والكيوردز الكلمات المفتاحية أو الكلمات الدالة، ومجموعة من التدريبات المهمة جدا والأسئلة والإجابات على البريزنت سيمبل. ده إن شاء الله هيبقى فيديو تاني عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. هتلاقوا على القناة كورس تأسيس الجرامر بالتفصيل، كمان هتلاقوا على القناة شرح المناهج التعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى المناهج الثانوية رابعة وخمسة وستة أولى وتانية وتالتة إعدادي وأولى وتانية وتالتة ثانوي إن شاء الله قريبا. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير إذا استفدتوا، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.